اسمي تاع الله نهار دواري كانوا ندبها جامعة تيرني وحنا السكن ديال هنا ديال هذه المنطقة هذه وهذه السقية هذه اللي كتشوف دايرها واحد السيد سميتو الحاج حسين الطاه كيدير خير مسكين في عباد الله كيدير في الناس كيبغي الخير لراسو كيبغي لعباد الله حتى واحد ما كيحضر هو هاد السقية هذه اللي كتشوف ديال كان داير واحدة ديال الرجل هنا وما كتقدش وعاوتاني فكر مع راسو يدير هذا الشيء ديال العيال هذه ديال العيالات هنا والناس العيالات تيسقيو هنا والرجال تيسقيو حفر البير مسكين براسو وحفر سميتو ودار الخير راسو كاين ناس تيدير مباد هنا انت كتشوف هذا كاين المباد في هذه الجهه وكاين الماء سخون هنا اللي بغى الماء بارد نصف فيها هو واللي بغى الماء بارد نصف فيها سخون نصف فيها هو وهذا الشيء اللي كتشوف راه في سبيل الله كلشي داير بالوصف هذا الشيء ديالنا كتشوف هذا الشيء ما كانت كتقول هذا الشيء كلشي ديال الناس وداير جوج هذا الشيء دار السيد غير في سبيل الله كان يد اللي دار غير واحد السقيا وكتلاقى فيه الرجال والعيالات دابا دار سقيا ديال العيالات مسموح للعيالات هذاك السقيا اخرى مسموح للرجال كيجيو طوبيس كيجيو الكيران كيجيو الريموكات كيجيو مالين طاكسيات كيسقيو هنا الماء دائما اللي مشى لديزنيت كيسقي الماء اللي طالع كيسقي الماء علاش هنا ما فيه الماء حدا الطريق ما كانش حتى شي حاجه حدا الطريق هنا فاش كيسقيو الناس الماء بارد وثانيا اللي شرب هذا الماء ما يقدرش يجوز هنا الا ما فكتك فيه الماء داكشي اللي كاين الماء ديال البير كيطلعوا في الضو وكيدوزوا في المواكن كيدوزوا في الفلترات هو السيد يرنا فيها 570 لتر اللي كتهز ديال الماء بارد 700 لتر اللي كتهز ديال الماء بارد 700 لتر ودائما فيه الماء بارد واخا كيسقيو الناس بزاف دائما فيه الماء بارد دائما هي خدامه كتبرد الماء وغتعطي الماء للناس دائما كيما شتي دابا كيما شتي الماء دابا دائما هكا برد